الالكتروني يا استاذ عبد الرحيم لا تقارن بالبيانات اللي كانت بتيجي في الورق. انا الاستمارات كثيره كانت بتاعت السابقه تيجي وهي مش مكتمله، لان ما حدش بيجبر اللي بيكتب انه لازم يكمل، اي نعم عنده مراجعه وعنده مراقب وعنده لكن كان بيحصل ان تيجي البيانات مش مكتمله. لا يمكن اسره هتخش التابلت بتاع استاذ عبد الرحيم وهي مش مكتمله، لازم تكون مكتمله. وفي قواعد تحقق مربوطه على التابلت او فاليديشن رولز، يعني قواعد تحقق ان مش ممكن بيان هيخش وهو مش متسق مع الاخر، ها يمتنع عن انه يخش ويراجع الراجل الباحث اللي كتب، عشان لو كتب واحد سم على مستوى الجمهوريه موجود، على مستوى المحافظه موجود، على مستوى القسم او المركز موجود، على مستوى الشياخه وده اقل مستوى اداري في الحضر موجود، على مستوى القريه والتابع وهي دي اقل مستوى اداري في الريف موجود. كل ده ميزه بيانات التعداد انها جايه لاقل المستويات، اللي عايز يدرس واللي عايز يتدخل، مجتمع مدني، قطاع اعمال، الحكومه، كل الدارسين والباحثين هم دول اللي بيستفيدوا من بيانات التعداد، وتدونا فرصه ان احنا نطلع بيانات. زي ما قلت لو احنا اشتغلنا 100 والناس ما تعاونتش بالشكل الكافي، البيانات في الاخر مش هتبقى ايه؟ دقيقه وشامله ويعتمد عليها. دوركم ان انتم تساعدونا في النصف الثاني من العمل، ان المواطن يعي ان هذا لصالحه، تعدادنا مستقبلنا، بيتر داتا فور بيتر لايف، هو ده اللي انا فكرت بيه في الاخر. واعتقد ان الساده الزملاء اللي انا بشكرهم، وعلى رؤوسهم الدكتور حسين وزمايلنا في الجهاز، ولازم اشكرهم. الجهاز ده يا جماعه الثلاث شهور الاخيره كان بيشتغل ثلاثة شفت، الشفت الأخير بيبتدي من الساعة 11 بالليل لـ7 الصبح، موظفين من الجهاز وناس من خارج الجهاز، عشان كنا بنحمل 25,000 تابلت. اندفعوا بعد ما خلصنا تحميلهم إلى كافة المراكز والأقسام في الجمهورية، من اسكندرية إلى أسوان، وصلناهم من اسكندرية إلى أسوان. فأنا بتقدم الشكر للعاملين من الجهاز أو حتى خارج الجهاز، اللي محتاجة خدمات، المناطق اللي محتاجة مشروعات، وأيضا آخر مرحلة وهي حصر المنشآت اللي إن شاء الله بنستهدف فيها أكثر من 7 مليون منشأة. كلكم بتسمعوا عن الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الغير رسمي، وده قد إيه وده قد إيه، التعداد لا يعرف رسمي ولا يعرف غير رسمي. التعداد هيجيب كل منشأة أيا كانت هي إيه المنشأة، من أول كشك السجاير لغاية المصنع والورشة والهيئة الكبيرة والكيانات الاقتصادية الكبيرة، كل ده لأنه بيحتل مكان في مبنى أو قدام مبنى، طالما مكان ثابت أقدر إن أنا أشوفه جاي في التعداد. فقاعدة بيانات عظيمة شاملة دقيقة لأقصى الدرجات. فدوركم دور الإعلام اللي هيعرف المواطن التعداد ده لصالحه، وان هو لابد ان يبدي بالبيانات او يعطي البيانات ويتعاون مع العداد. نقدر احنا بالجهاز كده نقدر تخوف الناس من في الفتره الحاليه من اللي بيخبط على الباب ده. لذلك احنا عاملين، وشفت من حضراتكم مجلس الوزراء وكان المجلس يقف على اخر الاستعدادات اللي تمت علشان بدايه اول مرحله عمليه في تنفيذ التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت، اللي انا متاكد دلوقتي ان خلال الفتره اللي فاتت بقى عند حضراتكم فكره كامله عنه. النقطه اللي انا باكد عليها من غيركم، احنا لو الجهاز عمل اللي عليه بنسبه 100% والمواطن ما عرفش اهميه هذا الموضوع، لن نحصل على بيانات ذات قيمه، لان المواطن انتوا اللي هتوعوه، وانتوا اللي هتقولوا له تعدادنا مستقبلنا، وانتوا اللي هتقولوا له بيتر داتا فور بيتر لايف، يعني بيانات ادق لحياه افضل. واحنا كلنا عايزين لمصر حياه افضل، والمصريين حياه افضل. الخطوه الاولى هي البيانات، وقدامنا فرصه ذهبيه لا تكرر الا مره كل 10 سنوات.